انا من الناس اللي عاشقه للابيض واسود، احنا يعني رسمنا بالابيض واسود قدرنا نعبر حاجات كتير جدا في التشكيل نفسه او التكوينات الفنيه التشكيليه بالابيض واسود. الافلام ديت كمان على قد ما هي رائعه، لكن الترميم اللي حصل خلاك تستسيغي درجات اللون ما بين المناطق الفاتحه والغامقه اللي جوه الكادر نفسه. وده الحقيقه دراسه صعبه جدا، لان من الالوان سهل جدا انك انت تميزي الفور جراوند والباك جراوند، او تميزي الاوت اوف فوكس مع الانتو ذا فوكس، او الحاجات اللي في مقدمه الشاشه الخلفيه التكوينات نفسها، لكنك تعبري عن اللون بالابيض واسود ده شيء جبار جدا في المناطق الغامقه والفاتحه. اصعب يمكن جدا جدا اصعب الالوان جدا جدا. يعني التجارب اللي بتتم هيجيبوا طبق ابيض ويحطوا فيه بيض ابيض على خلفيه بيضة، ازاي تفرقي ما بين الطبق والبيض والحيطه البيضة اللي وراه؟ انا كنا بنرسمها دي بالظبط الشيدز بالشيدز نفسها بالملمس نفسه بتاعها كمان فعشان تديك العمق ده. احنا في الشركه القابضه في اكتر من 1400 فيلم طبعا كلهم بهذه العظمه يعني، فكان لازم نحافظ عليهم زي ما حضرتك شفت الدمج اللي حاصل في افلام كمان أسوأ من كده يعني. نعم ترميم فكان لازم، ومركز الترميم هنا في مدينه الاجداد الاعلام رائع رائع بيطلع نتائج رائعه، وكلموني ناس كتيرة جدا بعد ما اتعرض الجزء ده على انهم عايزين يرمموا افلامهم في مصر. كانوا بيروحوا قبل كده دول تانية فدلوقتي عايزين يجوا مركز الترميم، فده شيء مهم جدا يعني الحقيقة. مجرد مجموعة مشاهد قليلة من 10 افلام بس، احنا بنتكلم على كتابة نجيب محفوظ، بنتكلم اخراج صلاح ابو سيف، بنتكلم على مزيكا، بنتكلم على كادراج، بنتكلم على بنتكلم على فكر، يعني السينما دي احنا بنتكلم على فكر كامل الحقيقه، ان هو فكر كامل. خليني اقول لك على حاجه يمكن يعني متداوله شويه، الثقافه هي ثنائيه الابعاد بشكل كبير، والابعاد بتاعتها الثنائيه دي عباره عن انشطه وفعاليات وحاجات كتير جدا بتتم بشكل على الافق على السطح بتاع يعني بتبقى ساعات يبقى لها ابعاد الثنائيه هي عباره عن انشطه وفعاليات اللي موجوده فيها لكن العمق بتاعها الثلاثي او الثري دايمنشن بتاعها هو ده التاريخ بتاعها، هو ده القيمه بتاعتها، هو ده اللي بيديها الثراء، بيدي البعدين بعد كده اللي هي زي الانشطه والفعاليات قيمه اكبر واكثر حكمه واكثر عمقا، لان طالما انت لسه عندك التاريخ ده وعندك التراث ده ومحفوظ عليه ويدرس للصناع الافلام والباحثين في المستقبل، ما تلاقيش خالص من الجيل الموجود ولا المستقبل اللي جاي. ده هو الدعامه الاساسيه بتاعتنا.